منظر بايش يذكرك وبايش توصفيه؟ أه؟ منظر امس. منظر امبارح. اوصفيه في دقيقه. في دقيقه كان عباره عن الجنه. منظر مهيب. ايوه. مهيب رهيب شديد ما يوصف. ويخوني التعبير. ايوه. يعني كان حاجه حلوه ومنظمه. زحمه ومنظمه. يعني جزاه الله كله خير البواليس ويعني قايمين بمهمتهم وكلام راغي. يا امي اجلسي هنا، يا امي صلي هنا، يا امي بعد الساعه 2 حتروحي، خلي الزحمه تطلع. يعني كان كلامهم حلو، يعني ما في تنهر، ما في يعني حاجه، كانت حاجه حلوه. انا بالذات يعني كسودانيه احيي السعوديين حبيبي.